شكرا 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 شكرا. وحلقة جديدة ومن سيربح البونبون؟ ومعانا حكم. رنا. محمد. علياء. كريم. وموضوع بسهولة شديدة، عايز في كل حلقة أنا لازم بقول موضوع المسابقة بتاعت البرنامج. مسابقة عبارة عن 12 سؤال، أول أربع أسئلة عليهم أول بونبونية في البرنامج هي موبايل جايزة للي هيعدي من الأربع أسئلة. تاني أربع أسئلة لو جاوبناهم هنكسب تاني بونبونية في البرنامج اللي هي الفيديو جيم. تالت أربع أسئلة لو جاوبناهم هنكسب الكمبيوتر، ودي تعتبر تالت بونبونية في المسابقة. في ثلاث وسائل بيساعدونا، يا إما بنسأل بابا أو بنسأل ماما اللي جايين معانا، يا إما بنغير السؤال وبنجيب سؤال تاني أسهل منه أو أصعب منه حسب الكمبيوتر ما بينزله. ثالث حاجة بتساعدنا ممكن المتسابق اللي قدامي الطفل أو الطفلة، يا إما بيسألني سؤال صعب جدا أنا بعرفش شخصيا أجاوب عليه، يا إما بيقول أغنية أو بيقول نكتة وبيحكم عليها اللي موجودين معانا. هبدأ دلوقتي المسابقة بتاعتنا، ودايما بنبتدي المسابقة بحاجة اسمها سؤال السرعة، وسؤال السرعة مطلوب من الأطفال إنه يردوا عليه بسرعة جدا جدا جدا، وهنزل لكم تحت علشان نسأل سؤال السرعة. حاجة بنحطها في السلطة، حاجة تتحط في السلطة، في السلطة الخضراء. المنشار ولا المسمار ولا الخيار ولا الأفكار؟ الخيار. الخيار. خيار، مالكيش أي خيار. تفضلي. أحسن حاجة الاعتماد على النفس ده. برافو يا علي. ازيك يا علي؟ كويس. عاملة ايه؟ الحمد لله. تمام التمام؟ تمام التمام. سمعتيني بقى وانا بشرح في الاول هنعمل ايه؟ تخش على الاربع اسئلة الاولانيين. مستعدة؟ تمام. عايز تكسبي ايه؟ انا؟ كلهم. كلهم؟ عايز تكسبي كل الحاجات؟ اختاري حاجة. موبايل. موبايل؟ طيب بس هنكمل يعني. طيب خلينا نشوف الأسئلة. السؤال الأول، لو كنت مروحة من المدرسة، خلصتي مدرسة ومروحة، وجالك واحد غريب ما تعرفهوش قال لك تعالي معايا عشان أوديك لبابا لأن بابا عايزك، هتروحي معاه ولا هتقولي له لأ أنا ما أعرفكش، ولا هتطلعي تجري، ولا هتصرخي وتلمي عليه الناس وتوديه في داهية؟ مش هروح معاه. مش هتروحي معاه؟ طب هتعملي إيه؟ أهو جالك قال لك علياء، علياء أنت فين؟ تعالي. طب بابا وماما مستنيينك، ده أنا بدور عليكي، ده هما اللي بعتني عشان أوديكي ليهم، أصل هما مزنوقين في حتة وكده و... تجري بقى ولا تصوتي ولا هقوله لا ما بعرفكش؟ هتقولي لا انا ما اعرفكش؟ ها ده وتفتكري هيسيبك لو قلتي له لا انا ما اعرفكش؟ هقولك حاجه، انت ممكن تطلعي تجري عادي، ممكن تصرخي وتلمي عليه الناس عادي، ممكن تقولي له لا انا ما اعرفكش عادي، هو اهم حاجه انك ما تروحيش معاه طالما انت ما تعرفوش. اتفقنا؟ صح؟ صح ومظبوط. السؤال ده ملوش إجابة محددة وده السؤال ده عد. السؤال رقم 2، حاجة بأربع رجلين بس ما بتمشيش، تليفون، مراية، البراية، ترابيزة،
ترابيزة. ترابيزة. صح. السؤال اللي بعديه رقم 3. علياء اللي بيبني العمارات هو الدكتور ولا سواق الأتوبيس ولا المهندس المعماري ولا المحامي؟ اللي بيبني العمارات، الشخص الذي يبني العمارات، بيبني المحلات وبيبني، ها ماما تساعدي؟ ماما تساعدي. ماما تساعدي. طيب يا ماما، الشخص الذي يبني العمارات هو الدكتور ولا سائق الأتوبيس ولا المهندس المعماري ولا المحامي؟ مهندس المعماري. مهندس المعماري، صح. مش الدكتور هو اللي بيعالج العيانين؟ صح؟ وسواق الأتوبيس اللي هو بيعمل إيه؟ بيسوق العربيات. بيسوق العربيات وبيسوق الأتوبيس وبيوصل الناس، صح؟ والمحامي بيعمل إيه؟ المحامي اللي بيلبس بلطو اسود كده وبيقف في المحكمه، بيدافع عن مين؟ بيدافع عن اللي بيتسجن. طب ده المحامي، يبقى فاضل ايه؟ المهندس. المهندس بيعمل ايه؟ بيبني العمارات. بيبني العمارات، صح. طيب طارت مننا حاجه كده، ماما مش هتساعدنا تاني خالص، وجاوبنا على السؤال الثالث، وهنجاوب على السؤال بتاع الموبايل اللي بعديه بتاع اول بونبونايه. سؤال رقم 4. انت عارفه طبعا ان الف وب وت وث وجيم وح وخ ودال وزال دي الحروف الابجديه بنسميها، صح؟ كم حرف عددهم؟ 3 حروف ولا 16 حرف ولا 28 حرف ولا 32 حرف؟ ولو انت حافظاهم وليهم بسرعة كده. ألف ب ت س ج ح خ د ز ر ز س ش ص ض ط ظ ع ن ف ق ك ل م ن ه و ي. طيب أنا شغلتك بحاجة واتشغلت معاكي بحاجة تانية. أنا الأمانة بتقتضي إن أنا أقول لك دول كام؟ لأن أنا ممكن أقول لك ما أعرفش. أنت قلتيهم كلهم صح، وأنا عديتهم على إيديا، دول طلعوا 28 حرف. فعشان أنت قلتيهم صح وأنا عديتهم لك فهما 28 حرف. وصح. وبرافو عليكي عليها ان انت حافظه الحروف الابجديه كلها بالترتيب. انت كده خلاص معاكي الموبايل، معاكي اول بنايه اللي هي الموبايل، كسبتيه. ممكن نكمل؟ نكمل؟ نكمل. طيب السؤال اللي بعديه علياء رقم 5. ده سؤال رياضي شويه. ليكي في الكوره؟ ماما؟ اه؟ طب انت عارفه طبعا ان في حاجه اسمها كاس العالم، صح؟ تعرفي مين اللي خد كاس العالم سنه 2002؟ انا مش فاكره. السنه دي يعني، السنه دي مين خد كاس العالم السنه دي؟ فرنسا ولا انجلترا ولا انجلترا ولا مصر ولا البرازيل؟ مش فاكره. افتكري، افتكري كده، كانوا في البيت بيتفرجوا على ماتش الكوره، مش عارف ايه، حد قال مره. اغير لك السؤال ده؟ اه اغيره لك. طيب اللي خد كاس العالم السنه دي هو فريق البرازيل، والسؤال اللي اتغير بيقول في حاجه كده وبنقعد نكتبها في المدارس، لا تؤجل عمل اليوم الى الاسبوع القادم، ولا لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، ولا لا تؤجل عمل اليوم الى الامس، ولا لا تؤجل عمل اليوم الى سنتين قدام. لا تؤجل عمل اليوم إلى إيه؟
الى ايه؟ طب تقولي لنا، تقولي لنا حاجه تخرجك من المطب ده؟ تقولي ايه يعديكي من السؤال ده؟ سؤال. انت تقولي سؤال صعب ليا، ولو ما عرفتوش يبقى انت عديتي من السؤال، لو انا عرفته يبقى خلاص وقفت. اجابه السؤال ده بتقول ايه؟ لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، يعني ما تخليش الحاجات اللي عليك النهارده تتاخر لتاني يوم اللي هو بكره. اساليني السؤال بقى اللي انت عايز تسالهم. الفرق بين الكمبيوتر والحفره. الفرق بين الكمبيوتر والحفر. انا اقول لك. قول. الكمبيوتر حاسب آلي، انما الحفره حاسب لا تقع. صح. صح. طيب انا كده جاوبتك على السؤال اللي انت سالته لي، كده انت خدتي الموبايل وفزتي. بس انا برضو عايز اسالك سؤال كده، طالما انت سالتيني على الكمبيوتر والحفر. ماشي. ايه الفرق بين الليمون والزيتون؟ ليمون والزيتونه. هقولك. الليمونه بتتعمل ليموناته، والزيتون ما ينفعش تتعمل زيتوناته. يا سلام. برافو عليكي. صح. ومبروك عليك الموبايل يا علياء، وواضح ان انت من الاول داخله عايزه الموبايل وخدتي الموبايل، وميرسي جدا جدا يا علياء، ونسقف لعلياء تسقيفه جامده. تعالي من هنا، تعالي من هنا. اوبا. نشوف فاصل بسرعه ونرجع لسؤال السرعه نكمل بقيه الحلقه. سؤال السرعة. مستعدين لسؤال السرعة ولا لأ؟ ها؟ كله مركز معايا؟ سؤال السرعة. لون الفلفل الأخضر أصفر ولا أحمر ولا أخضر ولا أزرق؟ أخضر. أخضر. حكم. ده سؤال سهل جدا. لون الفلفل الأخضر هيبقى إيه؟ أكيد أخضر. أنا عارف والله السلمة دي طول، يعني على طول ناس بتكعبل فيها. ازيك يا حكم؟ الحمد لله. هعمل إيه؟ كويس. هنبتدي المسابقة، والمسابقة عبارة عن 12 سؤال، أربع أسئلة تاخد أول بنبونية جايزة لو جاوبت عليهم. عارف. موبايل. عارف. تاني أربع أسئلة. عارف تلاتة، عارف التلات حاجات. خلاص يلا. تالت أربع. يلا. خامس أربع. ده أنت مستعجل جدا. يلا. طيب معاك ثلاث حاجات ممكن يساعدوك. أول حاجة بابا ممكن يساعدك. تاني حاجة ممكن تقولي السؤال ده صعب غيرهولي، أنا مش عارفه فغيرهولك، ويا يجي لك سؤال أسهل منه يا أصعب منه الله أعلم. تالت حاجة يا تسألني سؤال صعب جدا أنا معرفش أرد عليه، يبقى بالتالي أنت كسبت. لو رديت عليه يبقى أنت خسرت. أو تقول أغنية أو تقول نكتة أو نعمل موقف ساعتها. اتفقنا؟ مستعد؟ ماشي يا حكم. السؤال رقم واحد. حكم لو أنت نايم سمعت صوت خرفشة تحت السرير. صوت خرفشة. يعني وحركة وحاجات كده. هتجري بره الأوضة وتروح على أوضة بابا وماما؟ ولا هتنام وتعمل نفسك مش واخد بالك، تخطى وتعمل نفسك مش واخد بالك، ولا هتروح تجيب عصايه المقشه وتبتدي ترفع عمليه السرير تشوف فيه ايه تحت السرير؟ ولا ايه هتعمل ايه؟ ولا هتصوت وانت في مكانك وتقول الحقوني ايه ده وخرابي حاجات كده؟ هجيب العصايه. هتجيب العصايه وتخش تشوف في ايه تحت السرير. عموما انت لو جبت مقشه ودخلت تشوف ايه اللي تحت السرير فتبقى انت حكم شجاع وصح. جاوبنا على السؤال الاولاني يا حكم،
وهخش على السؤال اللي بعديه، السؤال رقم 2. تعرف البني ادم الرغاي؟ رغاي رغاي. انا رغاي صح؟ مش رغاي؟ بس انا حاسس انك اتكلمت كتير قوي. السؤال بقى بيقول ايه؟ في كام لسان في بق الانسان الثرثار؟ الثرثار اللي هو الرغاي. بيتكلم كتير طول الوقت، ما هو قاعد يقول لك مش عارف ايه. ورا بعدين انا رحت اول امبارح، ورا بعدين طلعت امبارح حلو قوي، اتفرجت عليه النهارده يا سلام. لو شفت لا وانت ايه واصحابك جم اول امبارح، احنا جبنا تورته وكلنا وعملنا عيد ميلاد. ده الانسان الرغاي الثرثار. في كام لسان في بق الانسان الرغاي ده؟ نص لسان ولا لسانين ولا تلت السنه ولا لسان واحد؟ لسان واحد طبعا. لسان واحد صح؟ طبعا يعني. طبعا ليه؟ كل الناس لا مالهاش غير لسان واحد. ايا كان الرغاي او مش الرغاي. طب والاخرس؟ مالهوش خالص. الاخرس مالوش لسان؟ طب على كده الاطرش يبقى مالوش ود؟ لا ليه؟ طب اشمعنى الاطرش ليه ودن والاخرس مالوش لسان؟ ايوه. ما برضه ال الايه؟ الايه؟ الاطرش. ايوه ال ايه؟ انت عارف ان الاطرش اللي هو ما بيسمعش. اه صح؟ ليه ودن وكل حاجه صح؟ بس ما بيسمعش. والاخرس ايوه الاخرس. ماله الاخرس؟ بص بقى، الاخرس ده ايوه ليه لسان، بس ما اعرفش ليه بقى بيكلمش. حاجه غريبه قوي. حاجة غريبة أوي يعني، ما عرفت أنا ده. لا هي مش حاجة غريبة ولا حاجة، هو ربنا خلقه كده. عارف. يعني ربنا خلق الأخرس وخلق الأطرش وخلق الأعمى، ما الأعمى ليه عين برضه بس ما بيشوفش بيها. صح؟ مظبوط؟ هو بس الرغاي يعني حركة لسانه أسرع من الواحد العادي. ممكن تلاقيه بيتكلم 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 بيتكلم، فاهم؟ فتلاقي لسانه بيتحرك كتير أوي. إنما هو ليه لسان واحد وكلامك مظبوط وصح. وده السؤال رقم 2. وخش على السؤال اللي بعديه رقم 3. ليك في الرياضة ولا مالكش في الرياضة؟ ايه؟ في الرياضة. تلعب رياضة أو حاجة أو كده؟ تلعب إيه؟ سباحة. تلعب سباحة؟ باين عليك إن جسمك زي السباحين. طب برافو عليك. كان نفسي السؤال اللي جاي ده يجي لك على السباحة، لكن هو جه على كرة السلة. عارف كرة السلة طبعًا. صح؟ ليه؟ عارف. طيب كرة السلة دي أصلها يعني أمريكي ولا صعيدي ولا منوفي ولا اسكندراني؟ منوفي. كرة السلة مش الفطير، كرة السلة. طب إيه؟ نسأل بابا؟ نسأل بابا. طيب يا بابا. يا نعم. كرة السلة أصلها أمريكي ولا صعيدي ولا منوفي ولا اسكندراني؟ لا أمريكي طبعا. أمريكي طبعا صح. كرة السلة أصلها أمريكي، من أصل أمريكي يعني طالعة من أمريكا. وعدينا من السؤال الثالث، وهخش على السؤال اللي بعديه، السؤال رقم 4. قرص التليفون فيه كام رقم؟ 3 أرقام ولا رقم؟ 5 أرقام؟ 10 أرقام؟ القرص بتاع التليفون 3 أرقام ولا رقم؟ 5 أرقام؟ 10 أرقام؟ عشر أرقام. عشر أرقام صح.
كده معاك اول بونبونايه كسبتها وخدت الموبايل. ان شاء الله يعني هتاخده بعد ما نخلص اخر الحلقه. نكمل مع بعض ناحيه البونبونات الثانيه ولا ايه رايك؟ نكمل. طيب احنا سالنا بابا خلاص، سالناه مره واحده بس، مش هينفع نساله تاني. السؤال اللي بعديه رقم 5. مين الشعب اللي بيحط حاجه هنا كده، بيحط نقطه هنا كده على قرطه؟ اليابانيين، عارف شكل اليابانيين اللي هما عاملين كده اليابانيين شويه، الهنود، عارف الهنود بتوع الهند، ولا الامريكان بتوع امريكا، ولا الفرنساويين بتوع فرنسا؟ مين بيحط نقطه هنا كده؟ لا سؤال غيره. غيره لك؟ مش تعرفه؟ طيب الشعب اللي بيحط حاجه هنا كده على جبينه، الهنود. هغير لك السؤال، والسؤال اللي اتغير بيقول من شخصيات عالم سمسم، شطة ولا فلفل ولا ملح ولا كمون؟ فلفل. فلفل. انت كده سألنا بابا مرة وغيرنا السؤال مرة، فاضل لك حاجة واحدة بس هي اللي ممكن تساعدك. إيه؟ لو وقف قدامنا أسئلة تانية. اتفقنا؟ خلصنا من السؤال ده، هخش على السؤال اللي بعديه، سؤال رقم 6. من الأقوال الشهيرة، أنت جنسيتك، جنسيتك إيه؟ ها؟ جنسيتك إيه؟ معرفش. أنت عايش فين؟ في الهرم. يعني بلدك إيه؟ مصر. مصر، يبقى أنت مصري. صح؟ يبقى جنسيتك مصري. صح؟ ما هو مسألة جنسيتك إيه؟ يعني أنت من أنهي بلد؟ فتقول أنا مصري. حلو؟ وأنت فرحان إنك مصري؟ فرحان؟ جدا. جدا؟ ما كانش نفسك تبقى أي جنسية تانية؟ خالص صح؟ طيب في حاجة بتقول، مقولة بتقول لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون، لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون هولنديا ولا فارسيا ولا يابانيا ولا مصريا؟ يابانيا. وكنت مصر من شوية إنه لا لا يمكن، أنا مصري حتى النخاع. إيه؟ لو أنت مش لو 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 يعني عايز أخيرك، لو أنت ياباني بس أنا هقدر. أنا هقدر. طيب لو أنت ما كنتش مصري كنت تحب تبقى إيه؟ حكم. حكم الحق، في واحد جاب فاول. كيمو. طب اغيره لك يعني نستبعده السؤال ده؟ ها؟ بلاش منه، وتعال نغني اغنيه او نقول نكته او بتاع. نكته. قول نكته واشيل لك السؤال ده خالص، بس أوكي. قبل ما اشيله لك عايز اقول لك حاجه. انا سالتك في الاول كان نفسك تكون حاجه غير مصري، قلت لي لا. أنا فرحان جدا إن أنا مصري، صح؟ فالجملة دي بتقول إيه؟ لو لم أكن مصريا، يعني لو أنا ما كنتش مصري لتمنيت أن أكون برضو مصري. خلاص سيبك من السؤال ده وقول لي نكتة. بس خد بالك لازم كلنا نضحك. طب ماشي. ليه النملة بتطلع الجبل وهي دافعة ايديها؟ اولا دي فزورة. ما انا هقول لك فزورة. لا انا طلبت لا نكتة. دي نكتة كده على فزورة علشان تنشف المانيكير. صح صح؟ يعني انا عرفت اجاوب كده. مبروك عليك الموبايل، وعرفت اجاوب. عرفت اجاوب.
مبروك عليك الموبايل يا حكم، ونسقف تسقيفه كبيره يا حكم.